صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 817 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بورد. دلوقتي هنسمي شاشة التصنيفات، وراعي ان احنا بعد كده ان شاء الله هنشتغل في اللغة، يعني هنغير لغة البرنامج فيما بعد، الله اعلم في الحلقة رقم كام، لكن انت لازم بفضل الله بتخطط مستقبلا. المهم من الاخر كده هنسمي الليبلز، مادام انت هتعمل لغة في البرنامج يبقى تسمي ايه؟ الليبلز. يبقى نبدأ كده، اللي بيقل هيدر ده الاصل اللي هو العنوان بتاع الشاشة، ماشي تمام. وهنا ده هنسميه اللي بيقل كات ان او، اللي بيقل ايه كات ان او. وهنا اللي بيقل كات نيم، وهنا اللي بيقل كات ديتيلز او ديسك او كده، يعني كات ديتيل خليها زي هناك في الجدول عشان ما نتلخبطش. وبعد كده التكستات اللي جنبهم ده تي اكس تي كات ان او، حلو، وده تي اكس تي كات نيم، حلو، وده تي اكس تي كات ديتيل، تمام كده. بعد كده الزراير ده هنسميه بي تي ان نيو كات، بي تي ان نيو كات، تمام. وده هنسميه بي تي ان اد كات، تمام. دي كده ايه التسمية. يعني في حاجة ممكن لو حابين تعملوها كده كده مش هتخسرك حاجة، لأن الصور عندك، الصور كده كده إيه عندك، فاهمني؟ يعني ممكن أنت دلوقتي شاشة تعريف التصنيفات، ليه ما تحطش هنا بيكتشر بوكس؟ خد بالك جت في بالي على فكرة، صدقني يعني وأنا شغال بفضل الله بتيجي حاجات في بالي بقول نعملها، فاهمني؟ كل اللي هتعمله تفتحه تشوز ايمج، هتختار من الصور اللي عندك، ده كاتيجوري، كاتيجوري صح؟ كاتيجوري بس، صح كاتيجوري بس، ايوه هي دي بس اخترتها، خلاص خلصت. وادي ايه السايز، طبعا انت حافظه 75 في 75 لان انت عاملهم كده،
اهو 75 هنا و75 هنا، واخد بالك؟ انت كده ايه يعني، حاطط صورة الشاشة او رمز الشاشة. دي برضو حاجة من الحاجات الجميلة للمستخدمين بيحبوها. يعني انا دلوقتي لو دوست هنا، بص شاشة تعريف التصنيفات وظهر لي الصورة، دي برضو حاجة ايه، حاجة كويسة بفضل الله. فهي جت في بالي فقلت اعملها لك يعني بفضل الله. خلاص الزرارين دول متهيألي لو قربوا شوية من التصميم يبقى افضل. نصغر دي كده، خد بالك. طيب احنا عملنا كام شاشة؟ احنا ما عملناش شاشات كتير. يا ريت تيجي عند الاوبن فورمز، واخد بالك، وتعمل نفس القصة. يعني هنا ليه ما تبقاش الاوبن فورمز؟ هات لنا كده واحدة من دي كوبي، واخد بالك، والاوبن فورمز كده حط دي بيست، وهاتها في اي مكان يكون فاضي. المكان مش متاح، ممكن نعمل كده، واخد بالك، نعمل كده، نعمل كده، واخد بالك، نعلم على كل ده كده. في معد ده ماشي، نزل كده للاخر لغايه اخر الشاشه كده، واخد بالك. بعد كده طلع لي الصوره دي هنا، فاهمني؟ يعني تتصرف يعني. ودي ايه الشاشات الايه المفتوحه، سميناها ايه، اوبن فورم، باين حرف الاو، اوبن فورم زي شايف. عملنا شاشة ايه تاني؟ اقفل دي كده. عملنا شاشة اف ار ام، اف ار ام اني شاشة تشينج بي جي كولر. ده دي مخلينا على قد بالظبط، عادي كبر شوية كده بحيث ايه، نزل لنا دي. هو يا دوب بس تاخد الصورة يعني، فاهمني؟ مش اكتر وخلاص. انت ما دام هتحط الصورة وعملت لها مكان، حط لها بالمرة ايه عنوان. خد دي كده، خد الكلام ده كده كوبي، وتعالى هنا حطه ايه، بيست ليه، خد نفس العنوان اللي هنا اهو كوبي، وحطه لنا هنا بيست. حلو، وهدي كده هنا، وغير الصورة، كان اسمها تشينج كولر ولا كان اسمها ايه؟ صح، كان تشينج كولر ولا كولر على طول، هي دي كولر على طول. بس تغيير لون الخلفية، فاهمني؟ علم عليهم كلهم كده، وهاتهم يمين كده، لا كنترول زد عشان في اتنين هنا معلمناش. ايوه هاتهم كلهم كده، علم عليهم كويس. معلش يا عم، خلاص انا اسف. لا اله الا الله، طب اعمل ايه؟ طيب يعني عايز اشيل التعليم، مش راضي. خلاص رد، الحمد لله. خلاص علم عليهم كده كلهم، ماشي، وهاتهم لي على اليمين. بعد كده علم على الفورم لوحدها، وصغرها كده على القد يا دوب، بس كده، بس طلع لي دول كده، وصغر الشاشة كده بالطول بس. وناخد بالمرة ليبل من ده كوبي، ونيجي نحطه في اسمها ايه دي، الشاشة اوبن فورمز، ولا بلاش؟ لا ليه، ليه بلاش؟ خلي ده هنا، حط هنا عنوان اهو، خد بالك كده، وخد دي كوبي. خلاص امشي بقى على نمط، خلي الشاشات بعنوين اهو، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة في حاجة زي كده؟ مفيش أي مشكلة خالص بفضل الله. نزل ده كده تمام. وإيه، هو احنا لو كبرنا دي كده شوية، معلش يعني، خلينا التجربة، يبقى شوف في حاجات بتقابلنا بنظبطها بفضل الله. لو جبنا الإعدادات واللغة ورحنا فاتحين عرض الشاشات المفتوحة، صغرها لي كده عشان أشوف يعني، صغرها شوية ماشي، مفيش مشكلة. ماشي هات لنا دول بقى كده اهو، نزلهم كده ماشي، بحيث نجيب دي كده جرب كده. ادي ايه، عرض الشاشات المفتوحة كده، شكلها لذيذ. صغرها بقى كده، شكلها كده برضه حلو.
يوجد واحد شاشة مفتوحة. تاني حتى لو عدد الشاشات زاد دي عمرها ما هتغطي على دي ابدا، يعني الرقم هيبقى كبير قوي يعني كده مستحيل يعني. طب المهم كده ايه عندنا تصنيفات اهي، شايف عنوان بصورة، وعندنا اللي عملناهم قبل كده اللون الخلفية عنوان بصورة، وادي ايه الصلاح عرض الشاشات المتاح عنوان بايه بصورة. كده بفضل الله هو كان هدف الحلقة ان احنا نسمي شاشة الكاتيجوري، لكن سبحان الله جات لي فكرة وانا بشرح على طول قلت اعملها قبل ايه قبل ما تتنسي. يعني الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.